السؤال الثالث عم يقول لي اثبت ان لوغاريتم، شوف لوغاريتم الواحد زائد اكس اصغر او يساوي اكس، وذلك ايا كانت اكس تنتمي الى المجال من ناقص واحد حتى الزائد ما لا نهايه. اثبت ان لوغاريتم واحد زائد اكس اصغر او يساوي اكس ايا كانت اكس تنتمي الى المجال من ناقص واحد حتى الزائد لا نهايه. وهذا الكلام منطقي لانه دائما انا عندي مجال دراسي، مجال الدراسي ومجموعة التعريف، مجموعة تحرك إكس، مجموعة تحرك المتحول إكس، باعتبار في لوغاريتم هذا المقدار معرف لما يكون واحد زائد إكس أكبر تماما من الصفر، يعني الإكس أكبر تماما من الناقص واحد، يعني مجال دراستي دي إف راح يكون من ناقص واحد المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية. هاي المنطقة اللي راح تكون عليها الدراسة. طبعا انا هلق راح اثبت المتراجحة مثل ما تعلمت، انقل جميع حدود متراجحة للطرف الايسر، عندي لوغاريتم واحد زائد اكس ناقص اكس اصغر او يساوي صفر. الطرف الايسر راح سميه دالة اسمها اف الاكس، نعم اف الاكس والتي تساوي لوغاريتم واحد زائد اكس ناقص اكس. ولاثبت ان اشو بدي اثبت؟ أن اف الاكس، نقلوا لي اف الاكس ماذا؟ أصغر أو تساوي الصفر؟ أصغر أو تساوي الصفر؟ أثبت أن اف الاكس أصغر أو تساوي الصفر. أحسنتم جميعاً. طبعاً راح أدرس اطراد الدالة اف. إذاً الحال أنقل جميع حدود المتراجحة إلى الطرف واحد أو إلى الطرف الأيسر، لوغاريتم واحد زائد اكس ناقص اكس أصغر أو يساوي الصفر. نفرض الطرف الأيسر دالة ولتكن اف اكس التي تساوي لوغاريتم الواحد زائد اكس ناقص اكس. هذه الدالة مثل ما حكينا هون معرفة لما يكون ما داخل اللوغاريتم اكبر تماما من الصفر، واحد زائد اكس اكبر تماما من الصفر، الواحد الاكس اكبر تماما من ناقص واحد، مجال الدراسي من ناقص واحد المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية، دي اف مجال دراسي من ناقص واحد حتى الزائد ما لا نهاية، والادرس اطراد الدالة اف على المجال المفتوح من ناقص واحد حتى الزائد ما لا نهاية. والادرس اطراد الدالة على هذا المجال. يلا طلاب انا وياكم اف فتحة اكس، روحوا نشتق مع بعض. ما هو مشتق الدالة؟ ما هو مشتق لوغاريتم واحد زائد اكس؟ انتم جميعا مشتق ما داخل لوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم، لوغاريتم جي اكس مشتق المضمون على المضمون ناقص واحد. طبعا واحد على واحد زائد اكس ناقص واحد هذا المشتق راح اكتبه بصوره افضل، وذلك بتوحيد المقامات، يعني هون بضرب بالمقدار واحد زائد اكس وهون بضرب بواحد، المقام المشترك صفه واحد زائد اكس طبعا ناقص الواحد زائد اكس. بين قوسين ما بننسى طلاب هذا الخطا يقع فيه الجميع، بحط ناقص الواحد زائد اكس، بدل انتبه هاي الناقص لها دخل على القوس، يعني واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس، واحد ناقص واحد راحوا، والتي تساوي ناقص اكس على واحد زائد اكس، هذا هو المشتق. الفتحة X يساوي ناقص X على واحد زائد X، يكون الكلام كتبناه هون، الفتحة X طبعا واحد على واحد زائد X ناقص واحد، وحدنا المقامات وكتبناه بأفضل شكل ناقص X على واحد زائد X. خلونا هلق نعدمه، الفتحة X يساوي صفر، الفتحة X هو بسط الكسر، ينعدم الكسر من شوي قلتوا لما ينعدم البسط معناته ناقص X يساوي صفر ومنه X يساوي صفر، مجال دراستي من ناقص واحد حتى الزائد لا نهاية، الصفر نقطة صديق تنتمي إلى مجال الدراسي إلى دي إف. إف الصفر بقدر طالع صورته، إف الصفر تساوي لوغاريتم الواحد زائد صفر ناقص صفر، يعني لوغاريتم الواحد ناقص صفر، لوغاريتم الواحد صفر ناقص صفر، والتي تساوي الصفر، إف الصفر تساوي الصفر. نعم لاحظ اذا الفتحة اكس عدمناه ينعدم الكسر عندما ينعدم البسط، هاي العبارة الكل تكون بذهنه، ينعدم الكسر لما ينعدم البسط. نعم طلاب هذه الذي ناقص اكس يساوي الصفر وعليه اكس يساوي الصفر وطالعت صورته اف الصفر تساوي الصفر. اشارة الفتحة اريد الاجابة منكم،
إشارة الفتحة من إشارة مين؟ من إشارة البسط. لأن المقام موجب بسبب اللوغاريتم. إشارة الفتحة من إشارة البسط لأن المقام موجب بسبب اللوغاريتم. طلابنا نحن عرفنا الدالة أو حطينا مجال الدراسي بناء على أن يكون الواحد زائد إكس أكبر تماما من الصفر، وضعنا مجال الدراسي على أن يكون الواحد زائد إكس أكبر تماما من الصفر. لذلك إشارة الفتحة من إشارة البسط لأن الواحد زائد إكس موجب بسبب اللوغاريتم. إشارة الفتحة من إشارة البسط ناقص إكس لأن المقام موجب بسبب اللوغاريتم. إشارة البسط، لاحظوا طلاب، يعني إشارة البسط إشارة الناقص إكس، يعني من هاي إكس وهاي ناقص إكس، من ناقص لا نهاية للزائد لا نهاية. آخر شيء أنا عم بدرس إشارة الناقص إكس، والناقص إكس ما أعرف الناقص لا زائد لا نهاية. الناقص إكس بيساوي الصفر عند الصفر، قبل الصفر شو إشارة الناقص إكس؟ أريد إجابة منكم. ناقص بتخالف. خالف. طيب شو إشارة الثالث؟ موجب. راح تصير موجب. بدل انتبه على النقطة هاي. كثير طلاب بيخطوه. قبل الصفر إشارة تخالف إشارة أمثال إكس. بعد الصفر الإشارة توافق إشارة أمثال إكس. تماما. لاحظوا عيني. هاي الإكس وهاي الناقص إكس مجال دراسة إشارة الناقص إكس من ناقص لا نهاية لزائد لا نهاية. طبعا هلق من جدول إشارة قص المجال اللي أنا بدي إياه من ناقص واحد لزائد لا نهاية. طبعا إيش هذا المجال اللي أنا عم بدرس عليه؟ هذا مجال دراستي، مجموعة تعريف الدالة اللي أنا عم بشتغل عليها. من ناقص واحد لزائد لا نهاية، سالب صفر عند صفر قبل موجب بعد سالب. هذا الكلام اللي بشيله بضاو في جدول الاطراد في السطر الثاني. انظر إلى جدول الاطراد. إكس فتحة إكس إف الإكس مجال دراستي من ناقص واحد حتى زائد ما لا نهاية. الفتحة إكس ساوى الصفر عند الصفر. الفتحة إكس ساوى الصفر عند الصفر. قبل الصفر الإشارة موجبة. لاحظ تخالف إشارة أمثال إكس. أنا أقول إشارة الفتحة من إشارة البسط. ما ينطبق على إشارة البسط ينطبق على إشارة الفتحة. قبل موجب بعد سالب. وما ننسى صورة الصفر انطوى حسب طلعت معي صفر. أضعها هنا في السطر الثالث تحت الصفر. لاحظ لما يكون الفتحة إكس موجب شو بدي يكون اف الاكس؟ اريد الاجابه لما يكون الفتحه متزايد تماما. ولما يكون الفتحه اكس سالب على المجال الدالي جميعا. اذا اف الاكس متزايد تماما على المجال من ناقص واحد حتى الصفر، ومتناقصة تماما على المجال من الصفر المفتوح زائد ما لا نهائي. لو أمعنا النظر هلق في جدول الاطراد أرى أن F الإكس نعم كبرت حتى وصلت الصفر، وصلت عند الصفر ثم نقصت. الوايات الواي اللي هي F الإكس كبرت لعند الصفر. خليكم معي جميعا. الوايات كبرت لعند الصفر نعم ورجعت نقصت. معناته اف اكس وين بتكون موجوده؟ في المجال الموجب ولا في المجال السالب؟ اصغر من الصفر في المجال السالب. أصغر تساوي السالب. تماما. ليش اصغر او تساوي؟ لان اف اكس ساوت الصفر، صوره الصفر صفر. امتلها كانت أكبر طولها ناقص واحد، كانت أصغر تماما. ولكن هون باعتبار F الإكس وصلت إلى صفر، أقول F الإكس أصغر أو تساوي صفر. من السطر الثالث من جدول أرى أن F الإكس أصغر أو تساوي صفر، أي أن ماذا؟ لوغاريتم أصغر أو تساوي الإكس. واضح طلاب؟